عقدت جامعة وسط مؤتمرا صحفيا حول التجربة الإلكترونية وأداء الامتحانات في الدور الأول وكيفية إنجاح هذه التجربة في ظل جائحة كورونا. انتهت يوم أمس الامتحانات للدور الأول لطلبة الدراسات العليا والأولية الصباحية والمسائية، حيث اشترك ما يقارب 18,881 طالب موزعون على الدراسة الصباحية والمسائية، كذلك 735 طالب الدراسات العليا تقسموا على الدبلوم والماجستير والدكتوراه. الحمد لله والشكر، جرت الامتحانات بانسيابية عالية، وهذا جاء نتيجة متابعة معالي وزير التعليم العالي المحترم. حقيقة في أغلب الكليات حققت جامعة واسط نجاحا بنسبة 100% بالدراسات العليا والدراسات الأولية، كذلك تراوحت نسب النجاح بين 90% إلى 100%، ونحن نعتقد إن شاء الله وغير الاعتقاد جازمين بأن النسبة ستكون 100% في الدور الثاني. في ظل جائحة كورونا حقيقة جامعة واسط كانت سباقة رغم الظروف التي كانت تمر بها الجامعة من خلال جائحة كورونا، كذلك الظروف التي مرت بها المحافظة كانت سباقة في حسم كثير من النفاات بهذا الاتجاه، ومنها ما يسجل سبق لجامعة واسط هو إقامة الورش والندوات التي شارك فيها الكثير من الأساتذة والطلبة. بلغت عدد الورش تقريبا 150 ورشة مقسمة بين رئاسة الجامعة والكليات. إضافة إلى ذلك عملنا لجان تحقيقية ولجان تدقيقية وحسمت هذه الملفات وبسلاسة من خلال التواصل الإلكتروني من خلال هذه المنصة. كذلك المناقشات، نحن خيرنا الأساتذة بين المناقشة الإلكترونية والمناقشة الحضورية.